سلامات وطيبين. النهاردة هنكمل مع بعضينا دراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي مادة سلام اللغات. هنتكلم أول حاجة على الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية. احنا خدنا الترم اللي فات إن البيئات متنوعة، خدنا بيئتين الترم الأولاني والبيئتين هناخد بيئتين تاني الترم التاني. أول حاجة الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية، يعني البيئة الصحراوية. إيه البيئة الصحراوية؟ تعالى نعرفها مع بعضينا. البيئة الصحراوية هي المناطق اللي يقل فيها المطر، اللي بيسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات، يعني هي مفيش مطر، فيها نبات قليل، فيها حيوان نادر، يعني ندرة الحيوان. تتميز إن سطحها مغطى بالرمال والحصى والصخور. مساحة البيئة الصحراوية في مصر حوالي 96% من مساحة مصر، دي مساحة كبيرة جدا جدا جدا. يبقى البيئة الصحراوية المناطق التي يأكل فيها المطر وتنضب فيها النبات ويأكل وينضب فيها الحيوان ويسودها الجفاف والفقر الشديد. البيئة الصحراوية بتوجد في 3 مناطق: عند الصحراء الغربية 68%، عندي الصحراء الشرقية 22%، شبه جزيرة سيناء 6%. البيئة الصحراوية ب3 مناطق، هناخد كل حاجة في كل منطقة من المناطق دي. أول حاجة، إيه الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية؟ الخصائص الطبيعية للبيئة الصحراوية عندي 6 حاجات زي ما احنا شايفينها: الموقع بتاع كل واحدة فيهم، مظهر السطح لكل واحدة منهم، المناخ، مصادر المية، التربة، النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. أول حاجة هناخدها الموقع. إيه الموقع ده؟ شايفين إحنا قدامي؟ أنا أهو موقع الصحراء الغربية، بيحدها شمالا البحر المتوسط، جنوبا الحدود مع دولة السودان، غربا الحدود مع دولة ليبيا، شرقا وادي النيل. الصحراء الشرقية بيحدها شمالا شرق الدلتا، جنوبا حدود مع دولة السودان، غربا وادي النيل، شرقا خليج السويس والبحر الأحمر. شبه جزيرة سيناء بيحدها شمالا البحر المتوسط، جنوبا البحر الأحمر، غربا خليج السويس وقناة السويس، شرقا خليج العقبة والحدود مع دولة فلسطين. خلي بالنا أهم حاجة في الجغرافيا إن احنا نذاكر على الخريطة، من غير الخريطة كل المعلومات مننا تطير. طيب، الكلام اللي احنا قلناه اهو من شوية، ادي احداث شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، في كل واحدة منهم الصحراء الشرقية غربية شبه جزيرة سيناء. زي ما قلنا من شوية برضو ان الصحراء الغربية 62%، ودي اكبر الصحاري المصرية. الصحراء الشرقية 22%، شبه جزيرة سيناء 6% من مساحة مصر. طب تاني حاجة، مظاهر السطح. مظاهر السطح عندي أول حاجة ناخدها الصحراء الغربية، خدناها في سنة رابعة، مظاهر السطح كومن جبال وهضاب وهكذا. أول حاجة الجبال. الجبال في الصحراء الغربية، أول جبل اسمه جبل العوينات، وده بيقع جنوب غرب مصر ويمتد في مصر والسودان وليبيا في 3 دول عربية. خلي بالنا جبل العوينات في ليبيا ومصر والسودان. عند الهضاب عندي هضبة مارماريكا في الشمال، الهضبة الوسطى في الوسط، هضبة الجولف الكبير في الجنوب، دي شايفينها قدامي. خلي بالنا هضاب مرمريكا في الشمال، الوسطى في الوسط، الجولف الكبير في الجنوب. طيب بعد كده، في بعض الظاهرات الجغرافية المنتشرة في الصحراء الغربية هي ايه بقى؟ جالعين 3 حاجات: منخفضات، كثبان، وحات. منخفضات زي منخفض القطارة، وهي المنخفض ده عبارة عن جزء من الأرض يقل مستواه عن الأراضي المحيطة به، يعني زي الحفرة، جزء من الأرض يقل مستواه عن الأراضي المحيطة به. الكثبان الرملية بقى هي زي بحر الرمال العظيم،
ودي تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح، تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح. أما الواحات فأنا عندي خمسة داخلة خارجة بحرية فرافرة سيوة، والواحات هي أرض منخفضة توجد في الصحراء، بس اللي بتميزها عن المنخفضات إن الواحات فيها الزراعة بتعتمد على المياه الجوفية. يبقى الواحات زي المنخفضات بالظبط، بس اللي بيميزها إن دي فيها زراعة فيها مياه جوفية. تاني حاجة عند الصحراء الشرقية الجبال، أول سلسلة جبال جبال البحر الأحمر، ودي تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وفيها جبل اسمه جبل الشايب أعلى ارتفاعا من في جبال البحر الأحمر. الهضاب عندي أربع هضاب: جلالة جبلية، جلالة بحرية، عبابدة معازة. هضبة الجلالة الجبلية، هضبة الجلالة البحرية، هضبة العبابدة، هضبة المعازة. وخلي بالنا الهضاب دي بتقطعها الأودية الجافة زي وادي العلاقي اللي بيقطع هضبة العبابدة. تعالى كده نشوف مع بعضينا، ادي هو الكلام اللي احنا قلناه: جبال البحر الاحمر اللي فيها جبل الشايب، وفيها هضبة الجلالة الجبلية، الجلالة الجبلية، جلالة بحرية، هضبة العبابدة، هضبة المعازة، وهضبة العبابدة اللي بيقطعها وادي جوفي. البيئة الصحراوية هي المناطق اللي يقل فيها المطر، اللي بيسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات. يعني هي مفيش مطر، فيها نبات قليل، فيها حيوان نادر، يعني ندرة الحيوان. تتميز إن سطحها مغطى بالرمال والحصى والصخور. مساحة البيئة الصحراوية في مصر حوالي 96% من مساحة مصر، دي مساحة كبيرة جدا جدا جدا. يبقى البيئة الصحراوية المناطق التي يأكل فيها المطر وتنضب فيها النبات ويأكل وينضب فيها الحيوان ويسودها الجفاف والفقر الشديد. البيئة الصحراوية بتوجد في ثلاث مناطق: عند الصحراء الغربية 68%، عند الصحراء الشرقية 22%، شبه جزيرة سيناء 6%. البيئة الصحراوية بثلاث مناطق، هناخد كل حاجة في كل منطقة من المناطق دي. وادي الخريطة بتاعتي، هنا هناخد يعني ايه تعريف الأودية الجافة. انت بتقول يا مستر وادي العريش ويعني الأودية الجافة عموما هي مجاري مائية كانت تجري بها المية ثم جفت. وادي هنا هضبة الجلال الجبلية، سوري هضبة التي وهضبة العجمة، وانا عندي اهو جبل سانت كاترين من تحت خالص، جبل موسى من تحت، في فوق برضه جبل المغارة وجبل الحلال، ودي قليلة الارتفاع. طيب المناخ بقى، تالت حاجة المناخ في البيئة الصحراوية، يتسم مناخ البيئة الصحراوية تلات حاجات. أنا عندي عناصر المناخ الخمسة الرابعة: حرارة، رياح، أمطار. الحرارة دايما بتكون مرتفعة في الصيف، منخفضة في الشتاء بالذات بالليل. أما الرياح بتهب الرياح في فصل الربيع زي رياح الخماسين في شهر 3 و4 في شهر مارس فبراير، ورياح الخماسين دي رياح ضارة بالمحاصيل لأنها محملة طبعا بالأتربة والكلام ده، فبتضر المحاصيل الزراعية بتضر الإنسان. أما الأمطار في مصر بتكون أمطار فجائية، ولما تكون تيجي أمطار بتكون على شكل سيول مدمرة ببعض الأودية الجافة لمدة قصيرة. يعني أهم حاجة أمطار فجائية، وكل ما تيجي تسقط تسقط على شكل سيول مدمرة زي ما احنا شايفينها في واقع حياتنا الأيام اللي فاتت. طيب رابع حاجة مية، موارد المية في البيئة الصحراوية. موارد المياه، البيئة الصحراوية بتعتمد على المية الجوفية، كل حاجة مياه جوفية زي الآبار والعيون. الآبار دي أنا بحفرها، العيون دي بتكون على شكل مصدر طبيعي من عند ربنا بتتدفق منه المياه الجوفية دون تدخل الإنسان. المياه الجوفية دي هي السبب الرئيسي في وجود السكان بالواحات في البيئة الصحراوية. المياه الجوفية تساعد على قيام الزراعة، تساعد على قيام الرعي والاستخدامات الأخرى، بالإضافة طبعا إلى سقوط الأمطار الشتوية في المناطق القريبة من السواحل. سقوط الأمطار الشتوية في المناطق القريبة من السواحل، بس هي الأساسي المية الجوفية بتاعتي. بعد كده التربة في البيئة الصحراوية، التربة بتكون تربة رملية صفراء فقيرة، يعني ملهاش لازمة، صفراء فقيرة، لكن طبعا بتكون تربة طينية إلى حد ما في الواحات عشان تساعد على قيام الزراعة. تمام، تربة الواحات ليه؟ لأن فيها رملة، فيها طين، وفيها مية، وبالتالي توصل معظم الحاصيل فيها زي الوادي والدلتا بالظبط. بعد كده عندي النبات الطبيعي. النبات الطبيعي يتميز النبات الطبيعي في البيئة الصحراوية بتحمل الجفاف.
احنا قلنا ان يتميز بندرة المطر، مفيش مطر، وبالتالي النبات طبيعي يتحمل ايه؟ الجفاف. فازاي يتحمل الجفاف؟ قال لنا عندي 3 انواع. اول نوع ان هو يمد جذوره في التربة ليستمد المية الجوفية من تحت، زي مين؟ زي الثوم، الدوم، زي اشجار النخيل، ليها فروع يعني ليها جذور كبيرة خالص في التربة، او اوراق اسفنجية سميكة بتخزن فيها المية زي الصبار، او اوراق إبارية بتحتمل ارتفاع الحرارة زي النباتات الشوقية. يعني عندي 3 أمثلة للنبات الطبيعي، يا إما يمد جذوره في التربة، يا إما أوراق إسفنجية سميكة، أو يكون لي أوراق إبارية. وإحنا شايفين قدامنا هو الأشجار ونبات الصبار ونباتات الشوقية ونباتات أشجار الدوم والنخيل. بعد كده الحيوانات البرية، الحيوانات البرية من النوع اللي بتتحمل الجفاف البيئة القاسية زي الثعلب، زي الأرنب، زي الغزال، زي الجمال، كل ده بيتحمل درجات الحرارة. برضو النباتات الطبيعية يا أولاد بتميز بتبعثره، بس بيتركز في مكانين، في الواحات عشان في مية، وبيتركز في السهول القريبة من السواحل برضه عشان في مطر. يعني النبات الطبيعي نادر بتبعثر، بس بيتركز في حاجتين، في مكانين، هما ايه؟ الأودية الجافة او الواحات اللي فيها المياه الجوفيه، والمناطق السهول القريبه من السواحل. وبكده نكون خلصنا عرض الدرس الاولاني. اتمنى ليكم التوفيق والنجاح، ذاكروا كويس ونسمع مره واتنين ونحل عليه. ربنا معاكم.